الناس اللي يطلع على هذا كله يا رياض احمد نعم للتثبيت نعم نعم للتثبيت كلنا 403 كلنا 403 كلنا 403 نعم نعم للتثبيت نعم نعم للتثبيت نعم نعم للتثبيت نعم نعم للتثبيت نعم للانصاف نعم نعم للانصاف نعم نعم كلا للتهميش كلا كلا للتهميش كلا كلا للتهميش كلا كلا للتهميش نعم نعم للتثبيت نعم نعم أول شيء السلام عليكم. احنا هاي الوقفة الاحتجاجية مستمرة من يوم الخميس الماضي، خميس ولا احد والاثنين والثلاثاء، ان شاء الله ما نرجع الا بتثبيتنا. احنا دارتين، دارة التشغيل والتحكم ودارة البحوث والتطوير، دارتين ظلما الحادن شركن ما اعرف ليش هاي الدارتين من شملن ثلاثة، يعلن الوزير تعلن عادل عبد المهدي يعلن كل الدولة بانه احنا ثبتنا كل عقود الكهرباء الا نحن ما حد يذكرنا الا احنا طلعنا 400 شخص 403 ليش ما انشملنا؟ ما نعرف لحد الان شنو السبب، خطا اداري خطا مركزي على اساس الموازنه يعين بس العقود التمويل الذاتي، احنا تمويلنا مركزي لاهميه المركز حولونا مركزي، لاهميه المركز ما نتعين؟ احنا كنا 400 واحد 400 واحد راح يثقلون كاهل الدولة، يعني مثلا الدولة عجزت تثبت 33,000 الا 400، حالتنا النفسية شنو؟ مدمر الله وكيلك. يعني انت شوف كل اقرانك متعينين الا انت، ليش هم ما نعرف؟ زين هل من الممكن ادي ادائنا الوظيفي مثل اللي مثل 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 الماضي؟ مستحيل. الوزارة طالبنا بشغل ما ممكن، احنا اليوم جاي نشوف الولد متجمعين، اليوم نبات، باشر نبات، عقب نبات، ما نرجع الا بالتثبيت، مستحيل واحد بينا يرضى بعد يرجع عقد 13 سنة 7 سنين 8 سنين عوائل ايجار راتب ما يجينا كل 5 اشهر 6 اشهر مو مشكلة، راضين هاي الذلة كلها، والله ذلة العقود ذلة راضين بيها في سبيل. وعلى فكرة دائرتنا دائرة هندسية، يعني 70% من موظفيها مهندسين، الشغل احنا هسه عايفينه المنظومة مهددة بالخطر، التشغيل والتحكم يعني تشغيل والتحكم وإدارة المنظومة، من جاي يدير الشغل مكاننا؟ المدير ورئيس القسم ايش قد يريد يصبر يوم يومين ثلاثة؟ احنا كنا ندرس احنا المهندسين ما ممكن الدائرة تستغني عنه، وبنفس الوقت ما تقدر الدائرة تجيب بدائل انه، يعني الوزارة يراد لها اقل شيء سنتين ثلاثة يلا تجيب بديل انه، هل من الممكن المدير يقدر يبقى سنة سنة يداوم مكاننا؟ احنا سنة 10 ما نرجع الا تثبيت، وان شاء الله اليوم يجينا الخبر من عادل عبد المهدي متثبتين. احنا عقود وزارة الكهرباء، دارة التشغيل والتحكم ودارة التدريب والتطوير واخواننا ال 126 الذي سقطوا اسمائهم سهوا، هذول تشوفوهم هسه قدامكم كلهم عقود واقفين ينتظرون زف البشرى من الاستاذ لؤي الخطيب اللي ذهب باجتماع في مجلس الوزراء ووعدنا ان شاء الله بالبشرى. فشوف ابو الجنوب قاعد ويا ابو نينوى، ابو نينوى قاعد ويا ابو ذيقار، فكلهم ياكلون سوا وقاقفين وقفه احتجاجيه منتظرين البشرى ان شاء الله من السيد لؤي الخطيب. الوقفه الاحتجاجيه هي المطالبه بالتثبيت، هنا الشباب ما قصروا التنسيقيه وطلبنا من الوزير انه تثبيت، احنا 403 عقود على مود التمويل مالنا مو ذاتي، لغوا التثبيت مالتنا، ال 33 اللي ظلوا كلهم تثبتوا. صار لي ست سنين عقد، جماعتي اكثرهم 13 و14 سنه عقد، نطالب تثبيت.
من وزير الكهرباء مجلس الوزراء. وهذه نظل هنا الى حد ما يجي التثبيت، يوم يومين شهر نظل هنا ما نتحرك، حالنا حال اقراننا اللي يتثبتون. نريد نثبت ناخذ حقوقنا، احنا هسه جايين من الموصل، هناك جماعه جايين من البصره من الجنوب العراق كله. والله يقولون ان شاء الله بها خير، ننتظر الجلسه تكمل وان شاء الله يصير خير. الوقفه احتجاجيه اليوم مقابل وزاره الكهرباء، نطالب بالتثبيت حالنا حال اقراننا اللي 33,000 اللي تعينوا. وبغض النظر انه انا يعني التمويل مركزي او تمويل ذاتي، اول شغله انه انا عراقي عندي خدمه 13 سنه صار لي اخدم بهاي الدوله. ليش تحرمني من التعيين؟ تعيين مركزي انا صار لي 3 اشهر متحول تعيين مركزي، صار لي 13 سنه انا داوم ذاتي. مجرد انه ماكو راتب، والاهميه هاي الدائره التشغيل والتحكم، الوزير اقترح انه يتحولون تمويل مركزي على الوزاره حتى توقف رواتبهم، لان هاي تعتبر كنترول وزاره الكهرباء السيطره الرئيسيه. فما نعرف يعني انه رغم انه اهميتها رغم تهميش، نشوف جايين حاليا من البصره ونشوف هاي العالم كلها موجوده، ونطالب سياده رئيس الوزراء وسيد الوزير خلال هاي الجلسه ان شاء الله يوافقون على قرارنا. اذا ما استجابوا الاحتجاجيه والله احنا مقيمين ومستمرين بوقفتنا الاحتجاجيه، لان هذا حق ما نتنازل عنه. احنا دائره التشغيل والتحكم ومركز تدريب والتطوير، احنا العفينا الوحيدين 33,000 عقد، 33,000 عقد لحد الان العالم تعرف 33,000 عقد متعين. احنا 403 صار عنده استثناء بها، يا شنو السالفه؟ نريد نعرف. احنا مو دارين ناس مهندسين وناس حرفيين وناس عده اقسام، فتفاجئنا بان احنا متحولين من التمويل الذاتي للمركزي، واحنا بدون علمنا يعني تاخير رواتب كذا شغله اداريه ما نعرف. لاهميه هذه الدائره ولاهميه تشغيل والتحكم تحولوا مركزي، يعني لاهميه تفاجئنا تهمشنا احنا. بقينا بس احنا من دون ال 32 33,000 الى 403. واحنا ان شاء الله دخلنا على السيد الوزير لواء الخطيب، وهسه عنده اجتماع وان شاء الله خير. وهل منتظرين احنا جاي من البصره وجاي من الناصريه وجايين من الشمال من الموصل، كل مواقع العراق تشغيل وتحكم، يعني كل العراق اللي تهمشوا. فاحنا منتظرين ان شاء الله ومترجين خير بالسيد الوزير، و403 عدد قليل ومقدور له، وعده عده علاجات يعني موجود بالنسبه للاداره، يعني عده امور يقدر يخلصنا من هذا الموقف ويحلوها. واحنا منتظرين لحد الان، منتظرين من الصبح الوقفه مالتنا الاحتجاجيه، ومنتظرين الرد مال الوزير. احنا دارة التشغيل والتحكم والبحوث والتطوير، وعندنا عقود ال 126 الاسم اللي سقطوا سهون، هاي الاعداد اللي طلعت اليوم مطالبه بحقوقها من وزاره الكهرباء، وتناشد رئيس الوزراء بالنظر بهذا الامر. العقود اللي هي البحوث والتطوير ودارة التشغيل والتحكم البالغ عددهم 403، هاجر عليهم ظلمين. الظلم الاول انه صار لهم اكثر من 13 سنه هم عقود في وزاره الكهرباء، حولوهم من تمويل ذاتي الى تمويل مركزي، وذلك بسبب عدم وجود رواتب كافيه لسد نقص الرواتب العقود الاستثماريه والتشغيليه. حولوهم خلال الفتره الاخيره اثناء فتره الاعتصامات اللي كان من 11/11 احنا معتصمين لغايه اقرار الموازنه، احنا معتصمين، فظلوا مستمرين بالاعتصامات وهم عقود عقود تمويل ذاتي. بعدين حولوهم الى عقود تمويل مركزي بسبب نقص الرواتب، ظلوا على الوضعيه هاي، شملوا كل العقود اللي بالغ عددهم 32,000 عقد، لكن لم يشملوا العقود البقيه اللي هي 403 وعقود داره البحوث والتطوير وال 126 اسم اللي سقطوا سهوا. ذلك بسبب انه دائرتهم كانوا منسبينهم على دائره معينه، ودائرتهم اللي منسبين عليها لم تقم برفع اسمائهم الى الوزاره، ولا الدائره الاصليه قامت برفع اسمائهم، فظلوا امر محير ما بين امرين، لا دائرتهم الاصليه ولا الدائره المنسبين لهم برفع اسمائهم. هاي الحشود اللي جايه هي الشماليه والوسطى والجنوب والبصره والعماره، كلهم جايين للمطالبه بحقوقهم في وزاره الكهرباء.
دائرة التشغيل والتحكم مركز السيطرة الوطنية يشغل العصب الرئيسي لوزارة الكهرباء، حيث يقوم بالمراقبة والمتابعة للأحمال اللي موجودة في وزارة الكهرباء في منظومة الكهرباء. هذا من أهم مراكز أو من أهم مفاصل وزارة الكهرباء، لا أقول أنه هي المهمة فقط، لكن هناك مهم وهناك الأهم. احنا اهم وزارة في وزارة الكهرباء اللي تدير عصب وزارة الكهرباء كاملة، بحيث انه تقوم بالمراقبة والمتابعة والعمل الشاق ليلا نهارا متواصلا للمتابعة من اجل عدم اسقاط المنظومة. احنا من المجموع العقود مالتنا 403 تم اقصاها من العقود 33,000 بحجة انه اكو تمويل مركزي وتمويل ذاتي. احنا التمويل المركزي ال 403 ما شملونه بسبب يعني ما اعرف خطا اداري او خطا، يعني الخطا احنا ما معروف يمنا، بس احنا نطالب الدكتور عادل عبد المهدي والمجلس الوزراء بالجلسه مالتهم اليوم انه يشملون حالنا باقرانا العقود البقيه، وانه احنا باقين لحد يعني باقين على هذا الوضع مالتنا لحد ما تتحقق مطالبنا. معتصمون حتى التثبيت. احنا اليوم لحد هذه اللحظه تشوفون مساء، ولحد هذه اللحظه نطالب رئاسة الوزراء باقرار تثبيتنا على الملاك الدائم، حالنا حال اخوتنا اللي صوتوا عليهم 32,000 وكسور. احنا كنا 403 عقد زين، وما نطالب غيرها بحقنا، سواء احنا قبل فتره صار خطا سهوا او كذا مقصود، احنا نطالب بهذا الخطا يصحح. احنا ما نتحمل هذا الخطا، خطا اللي صار خطا بالقانون ما نتحمله. احنا حالنا حال اي موظف، المفروض ناخذ حقوقنا كامله، وحالنا حال هاي اخوته انت تلاحظ، انت تشوف لو تشوف الكاميرا ورايا كلها مفترشه الارض، وقاعد الثاني الخبر اللي يقيم من رئيس الوزراء او الوزير لؤي الخطيب. مهندس حمزه، مركز السيطره الوطني، دائره التشغيل والتحكم. شفت الحكي انت على مود التمويل الذاتي والحكي كله هذا صار مر عليك. انا احب انوه عن امور الفنيه او عن اهميه الدائره. استاذي، ما ممكن تجرى صيانه في وزاره الكهرباء لا ما دائرتنا. المراقب العفو المراقب اللي قاعد هناك بالمحطه مدى يشوف ايش قاعد يصير. اني انسق بين الجهتين، انا ابلغ فلان يسوي، فلان يتحرك. يعني اهميه الدائره يعني كانما هي قاعده تقود الوزاره. اي بالإضافة لجماعة الاتصالات ويانا هو اللي ينقل لي كل الإشارات. يعني أنت ما ممكن تهمل أي أحد بهاي الدائرة مهما يكون يعني. وإضافة إلى هذا أكفى مهندسين وزارة الكهرباء، مهندسين بصورة عامة يعني الدائرة مو بس مهندسين، أكفى كادر وزارة الكهرباء هنا إحنا عندنا أكفى كادر. تقدر شو من ناحية الشهادات، من ناحية الخبرة، كل شيء بصورة عامة. فأهميتنا يعني جدا جدا مهمة. أي خلل ممكن يصير هناك، يعني ممكن تطفى الكهرباء على بغداد بلحظة أو البصرة لحظة، أو ممكن العراق كله. أنا دا أحكي لك كمهندس مناوب مركز السيطرة الوطني، وعدي أبو مركز السيطرة الوسط، وعدي أبو الجنوبي، وعدي أبو الشمالي، كلنا بالتنسيق سوا. إذا أريد مثلا أطفي خط صيانة أخابر أبو الشمالي، حضر روحك، يحضر روحه، يتصل هناك بال مراقبين، تنسيق على مدار 24 ساعة. أي يعني 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 ماكو ما تقدر يعني. إذا يجوز إذا أروح أنسحب أنا من القاعة مثلا أرتاح لي ساعة ساعتين، أكو بالقاعة بمكاني ثلاثة. يعني بس أنا أحب أنوه على أهمية الدائرة، الأهمية الفنية. تبقى الأهمية الإدارية، أنا استادي غلط إداري وهواي حكوا زملائي بهذا الموضوع، بس هذا مو شغلي. أنا شغلي مهندس أحافظ على منظومة. يبقى الخلل الإداري يتحمله المسؤول الإداري اللي سوى، المفروض هو اللي يراجع، المفروض هو اللي يروح، صح؟ احنا هسه عايفين اشغالنا واحنا قاعد نشتغل الامور الإدارية، هذا شيء مو صحيح، بس ما يعني ما عندنا غير حل. احنا عقود دائرة الشؤون والتحكم، دائرة التدريب والتطوير اللي بالها عددنا 403 عقد، تم اقصائنا، تهميشنا او اي خطأ كان هذا ما يتحمله هو العقد. عقد نحن الله بشرنا خير وقالوا ان شاء الله المسؤولين خيرين، قالوا يابا ان شاء الله ثبتنا وصدر الامر بينا وضافوا الفقره ضمن الماده بالموازنه، وقلنا ان شاء الله خير. هذاك الثلاثه راح احتفل، يعني نحن هم لنا فرحه ويا ربعنا العقود، بس يعني بالوقت الضائع بلغونا وقالوا يابا انتم ما مشمولين، انتم دائره تمويل مركزي. يعني هو شغله التمويل المركزي بس انوه لها، يعني ترى هي ما صار لها 4 أشهر أو 5 أشهر، وإحنا كنا عقود كنا متعاقدين على التمويل الذاتي.
يعني مو هاليوم احنا تعاقدنا ويا الدائره حتى يسمونه مركزي وذاتي تمويل، يعني قلنا هم تبشرنا خير، احنا اول ما سوونا التمويل المركزي قلنا والله زين رواتبنا تستعجل وتمشي، ونحن هسه الولد عندنا صار لنا 3 اشهر ما مستلمين راتب من العقود هذه، احنا على اساس محولين على المركزي والله شنو حتى رواتبنا ماشيه، هسه احنا الولد عندنا صار لنا 3 اشهر ما مستلمين راتب، يعني خليكم بس بالعلم، يعني احنا هي ما فادتنا لا هيك شيء فادتنا ولا هيك شيء فادتنا، بالحالتين احنا خسرانين. ونحن هسه انا اتحدث وياك، انا مبرمج اتصالات شماليه جايين من الموصل، تضامن ويا اخواننا وربعنا، ونحن جزء من الموضوع مثل ما يقولون جايين سهلنا هاي، نحن من الساعه 10 الصبح حد الان، احنا الساعه عبر المغرب ونحن واقفين، وان شاء الله الساده المعنيين سيد رئيس الوزراء والساده الوزراء والسيد الدكتور لؤي الخطيب وزير الكهرباء ان شاء الله بركت الله يسهل ان شاء الله ويقرون اياها اليوم يفضلون اياها نرجع لعوائلنا، وبلكن ان شاء الله هي فرحه لنا ولكل العراقيين ان شاء الله، ونحن مو 403 شيخ خسر 403 عائله، وكنا ننتظر هاللحظه هاي، بلكن ان شاء الله نقول ان شاء الله خير ان شاء الله خير. احنا دائره الاتصالات ونقل المعلومات المنطقه الجنوبيه ومركز السيطره الجنوبي التابعين للدائره الرئيسيه مالتنا في بغداد، دائره التشغيل والتحكم مركز السيطره الوطني. احنا العقود التشغيليه او الاستثماريه تم اقصائنا، عددنا البالغ 403، تم اقصائنا بحجه انه التمويل المركزي تم في زمن السيد الفهداوي تحويلنا من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي بسبب انه ما عندنا رواتب وما عندنا تخصيصات ماليه، فتم التحويل، وبالمناسبه من تم تحويلنا من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي هم ما حصلنا رواتب. انا اللي جاي احكي وياكم من البص صار لي 3 اشهر، الاول والثاني وهذا الثالث هسه دخلنا به، وانا ما مستلم راتب، فنطالب السيد رئيس الوزراء والاستاذ لؤي الخطيب ونشد على ايده، واحنا ان شاء الله وياك كل احنا بان يشملنا اليوم بعطف الابوي ويشملنا اليوم في تثبيت على الملاك الدائم اسوه باقراننا 33,000. احنا اجتنا الفرحه مال تثبيت العقود بعد قرار مجلس الوزراء 33,000 درجه وظيفيه بعد فتره زمنيه قصيره، يعني حقيقه هاي الفرحه انقلبت الى ماساه عدن، استثنونا واستثنونا من هذه ال 33,000. شنو الحجه؟ قالوا يابا القانون ضدكم. شنو ضدنا القانون؟ بان انتم على التمويل المركزي، احنا صايرين كذا فتره من الزمن بالسنوات السابقه كلها تابعين للذاتي، فمجرد من شهر التاسع 24/9 الى هذا اليوم تحولنا الى المركزي، فحقيقه اخطاء اداريه او كذا من هاي الامور هاي ما نعرف، نحن ناس فنيين فما نعرف هاي القضايا، تحولت هذا الى مأساة إن حقيقه. فاحنا وزاره الكهرباء كل اقسامها مهمه، واحنا يسمونا قلب الكهرباء لان ابو الانتاج، ابو الانتاج مهم، كهرباء تنتج، يعني من الانتاج هي كهرباء، ابو النقل مهم، ابو التوزيع مهم، بس كلها الصب هاي وين؟ الصب بالتشغيل والتحكم، والصب مركز بالمركز السيطره، لان شبكه التوزيع هي اللي يقودها الاتصالات ومركز السيطره الوطني. فارجو من راس اسحنا اليوم من الساعه 10 صباحا امام مبنى وزاره الكهرباء، احنا اهل البصره واهل الناصريه واهل الموصل واهل بغداد، وننتظر القرار مال مجلس الوزراء بهذا الشان. فوعدنا استاذ الدكتور لؤي الخطيب بان ياخذ المستند وياه ومشون الامور، وننتظر احنا القرار مال مجلس الوزراء وان شاء الله يتعدى على خير، ونتامل من سياده رئيس الوزراء وبقيه الساده الوزراء ان يضعونا بعين الاعتبار ولا يقصرون ويانا. الاسماء التي لم ترفع الى مجلس الوزراء ان شاء الله اليوم وهاي الساعه متاخره من الليل احنا متضامنين وياهم كتنسيقيه مستقله في العراق، جينا مسانده الى اخواننا في دائره السيطره والتحكم، وان شاء الله مطالبه بحقوقهم الشرعيه، وان شاء الله ما عندنا غير شيء هي اللي هي التثبيت على الملاك الدائم اسوة بينا احنا كتوزيع وكشركات انتاج، وان شاء الله تحياتنا من توزيع الصدر لاخوتنا في السيطره والتحكم. السيطره والتشغيل والتحكم والتدريب وتطوير طاقات شابه هائله تعمل في منظومه الكهرباء، صار لهم 13 سنه او 12 سنه يعملون في من مهندسين من فنيين من حرفيين يعملون في هذا المجال، واليوم يعني يجي قانون يعني يعزلهم. ترى طامه كبرى هاي، اصحاب عوائل شهادات من المهندسين الطاقات الهائله، تدريبهم في خارج العراق، يعني هو عقد تدريبه خارج العراق في فرنسا وفي ايطاليا، يعني وهسه مهمش ما يصير، هاي طامه كبرى. نطالب رئيس الوزراء
بإنصاف هذه الشريحة ال 403 وال 126 اسم من سقط السهون، نطالب مطلب أبوي أو أخوي، ونطالب الدكتور لؤي الخطيب أن يقف مع هؤلاء الفقراء. والله الوقفة الاحتجاجية مثل ما حكوا الولد، المهندسين والفنيين والإداريين والمحاسبين، احنا ما نريد نزيد على الكلام مالتهم، بس اكو مظلومية صارت على 403 عقد وزارة الكهرباء، غلطة إدارية، غلطة قانونية، لكن نتمنى من السيد الوزير، وزير الكهرباء ورئيس الوزراء، اليوم اكو جلسة مجلس الوزراء ان يحلون هذا الشيء. لكن اكو فتشغلة بداخله انا اريد احكيها، اقول حكومتنا احنا ليش الا نطالب ونطلع ونتظاهر؟ ليش ما حقنا هو يوصل حد انه؟ ليه احنا الواجبات اللي علينا مكملينها؟ ليش ما حقنا يوصل هو؟ نطالب بالتثبيت ومتانين الخبر ان شاء الله عن طريق جلسة مجلس الوزراء، ونتامل خير ان شاء الله. بالنسبه للتثبيت احنا 403 يعني من شملنا بسبب انه تعيين التمويل مالتنا مركزي مو ذاتي. في حالك اذا ما استجابوا لا ان شاء الله نتامل خير. نتامل خير ان شاء الله وبالكذا. احنا حاليا هنا تضامن مالتنا من الصبح وقفة احتجاجية حسب جلسة يوم 26/2 وافق رئيس الوزراء على تثبيت 32,000 عقد. طبعا احنا ما شملنا بضمن هذا التثبيت، عددنا 403 ما شملنا بموافقة رئيس الوزراء، لان احنا كنا تمويل مركزي واللي شمله وال 32,000 كانوا تمويل ذاتي. فحاليا احنا منتظرين هاي الجلسه اليوم بجهود ان شاء الله وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ان شاء الله راح يسعانا بهاي الجلسه اليوم ان شاء الله، ونحن نضمن ان شاء الله الموافقه مع رئيس الوزراء. احنا من مديريه الاتصالات الشماليه جايين من الموصل، نضم من اخواننا اللي اجوا من الجنوب ومن الوسط ومن الشمال، كلهم جايين نضامن هاي المظاهره والاعتصام من باب وزاره الكهرباء. طبعا احنا انغبنا بهذا القرار اللي اتخذوه مجلس رئاسة الوزراء الاخير، انه عينوا التمويل الذاتي وبقوا التمويل المركزي. زين، فاحنا انظلمنا بهذا 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 القرار، فنريد انه ينظرونا نظره عطف او نظره اخويه او نظره ابويه، انه يعينونا على باقي باسوه اخواننا اللي تعينوا. الحكومة ما استجابت احنا راح نبقى معتصمين الى ان تلبي طلبنا الحكومه، لان احنا جايين نطالب بحقنا، ما جايين هيك، جايين قاطعين مسافات، جايين نطالب بحقنا. ليش ما يعينونا؟ احنا حالنا حال الحال اللي تعينوا. احنا يعني شنو؟ واذا تمويل مركزي؟ واصلا احنا من تعيننا بدايه تعييننا كان تمويل ذاتي، وحولونا قبل فتره على التمويل المركزي، وما ندري بيها اصلا، حتى من تحولنا على التمويل المركزي ما ندري بيها. يعني هذا اهم من ضمن الاخطاء ومن ضمن الغبن اللي انغبناه. احنا دائره تشغيل احنا جماعه دائره تشغيل تحكم تدريب التطوير، صار لنا عقود، صار لنا 13 سنه نطالب بالتثبيت اسم البقراننا والعقود البقيه من شركات ومديريات. يعني احنا عايفين اهلنا، احنا من جماعه اهل كركوك عايفين اهلنا، صار لنا ايام وجماعه جنوب موصل وكلها جايه نانا ورادين بالتثبيت، وان شاء الله لؤي الخطيب ما قصر لاخويانا، ما قصر انا، ودز لنا كتاب، وان شاء الله رئيس الاستاذ هيئه علاوي الاستاذ عادل عبد المهدي ان شاء الله يوافق على التثبيت مالتنا. لا ما نسكت لا 403 بصره جت سناد 403 بغداد بها الزود 403 والناصري حزام 403 الناصري حزام 403 الموصل هي الضلع 403 الموصل هي الضلع 403 تنسيقية وياكم 403